في الولايات التوالي لندن مثل ما زولان صوفي سوانا رسالة لنا ست مازيغ ثا أنا في دواغ ميس سوف دال نسلوي ديس العروس لوين تيتو ذا عبد العزيز بوت فليقة تم ديث قضل الخميس ذوينا يلان ذقنا اللولية وطاس نيس دويان النت مور ثيارسن 18 الولية ثغر 8 7 الولية نيس دويان النت طفران أثني دنوالي ذي ثوريق ثقي ذوق حريش لمن صوضا سرافاسان جدرميا تربحت نولد معروف عين بوسيف قوزون البديا كنذا فن اخا ميلان يوسف غد السلاح ذي الفارود ستوفران بلا تسريح ذاين يلان ذيفر القانون تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية من تفكيك ثاني ورشة سرية لصناعة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس من صنع محلي وأجنبي دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا على مستوى فرقة ولاد معرف كتيبة عين بوسيف، حيث تم حجز 4 بنادق صيد من مختلف الأنواع، معدات تستعمل لتعميل الخراطيش، ذخيرة صيد من الصنف الخامس أجنبية ومحلية الصنع، وكذا ذخيرة حربية، وتوقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية. أنا دي غارو زونت باتان تندت فايدين تاتاميا نت وشولين سورا نت مزدوغين ديال السنافيم جلدان ويتراجعات وفرقان طرف على النظام قسان إيديث دون المندنواز أمنزون باكور نوفمبر يقود 11 ديسمبر إيديث دون سعيد حريقة يوزنا دانشتا فاقت 900 سكن اليوم اللي جيت عطاري مفتاح تاع السكن القوي واني فرحان وان شاء الله سكان ولايه عين توتا وسكان ولايه عين جاسر وكل ان شاء الله يكونوا فرحانين ان شاء الله والحمد لله. المهم نشكر التلطات المحليه والعليا ونشكر سيدي الرئيس الوالي ورئيس الدائره وكل العمال والعاملات ونتمنى ان شاء الله نسكنوا بالصحه ولهنا وان شاء الله العقبه اللي مازال ان شاء الله الى غايه نهايه السنه سنتجاوز 15 وحدة سكنية بمختلف السياق وهذه أولى في حياة ولاية باتنا وهذا البرنامج الطموح اللي يدخل دائما في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية من أجل تخفيف معدل شغل السكن بولاية باتنا. أنسى لي يغميس سوكس دو نشلف أن رانا في 5 نعقالان جيو ثنت وشولت تومر ثنس لهلاك دي عيفانان ويرنا فلاسان الأخصاصة ثنت سويلة ثنت وذرث أدنولي ثوريق ثن رشيد مشور نكشم غرو خانجي فرن سلاحي وضيس لحالانة وشولت يسرويان الثام وغلي إميز دغن ديس 5 نعقالان جيو ثنت وشولت ذي معذوران باني تعلم ربي والدولة إن شاء الله تعاوننا أنا مش شنطيك أما ميتة ببريد ما شنطيك كنت شوية كرية قرقوا فيها أنا أتعلم منكم تتعاونونا كنت نقدر نمشي كنت طيب بوكا وذوق مانيش نقدر كا لا نمشي لا نطيب لا بالي نطلب من الدولة تتعاوننا احنا قلالين الأسرة معاقة دوك عندي زوج زاي ما جبت نخدم ما جبت نخدم ربي راتشو انا قليل وما عنديش لا غالب يكتبسن ربي يدي ديرانا ذي معذوران الدنيا تنسم خاصة كان مازال صبران عبد الرحمن ذوين يبدا نغاف وقارون سنة سلام عاونا سقمي يبدا مشوارنا المرتع عندي خوتي 5 معوقين لا أب لا أم وأنا أخوهم ما قدرت لهمش إعاقة تاعهم واعرة وهذو النساء هذو تيرات هذو معوقين يستعملوا ليكوش ما قدرت لهمش وكاع مرضى
ما قدرت نمشي وانا مانيش خدام، انا طالب من الدوله تعاوننا وتشوف فينا هذا مكان. المعاناه تاعهم راهي غير تزيد، كيما هذه تحبي مسكينه تحبي وتستعمل لي كوش، انا راجل ما نجمش نكشف عليها ولا نعاونها ولا. وهذه هذه تسحل مع الارض هاني، وهذيك في الشريطه. ما زال يتكميل الحيفة يتدير توشلتان قريشي، وما زال تديران ذهل لان يقود وطان ما شاف لقاسان الثفاثة على زنديران روح يقود تدرف العلي. فنمرتي متقيم بيدنا غارتي من الليف.